في التلفزيون لا ودائما احشي يعني بعض الخلافات وبعض الاشياء اللي انت مسجلها سيد واني اقراها في منشوراتك لا تزال موجوده لا تزال موجوده لا ودائما نبحث عن الحقيقه لا تزال موجوده لا تزال موجوده هذا اللي اقول لانه قضيه حرب الفساد او شن الحرب على الفساد في دول متخلفه في مجتمعات مضطربه معقده ترى ليست كما هي في دول متقدمه دول بها القضاء متقدم وتقنية متقدمة والحسابات متقدمة وقاعدة البيانات جاهزة ومؤسسات مستقلة صحيح أو صحيح يعني محاربة الفساد في الدنمارك أو في السويد ممكن أن تتبع طرقها وأساليبها ومناهجها يمكن أن تنقل في محاربة الفساد في الصومال أو في العراق أو في السويد لا طبعا إذا لابد من لابد من 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 اجتراح خطوة أو خطوات جريئة أنا في اعتقادي لكن نقطة مهمة سيد الشعبندي قبل ما نأتي إلى خطوات السيد الكاظم يعني أيضا في السابق السيد مقتدى الصدر دعم وزراء وما قدروا يلقون القبض على فاسدين كبار ونشوفهم بالسجن يعني هل تراجع السيد مقتدى الصدر من دعمه لهؤلاء الرؤساء الوزراء يعني ما قدروا يلقون القبض على رؤساء كبير هو مسؤول عن ذلك هذا السؤال يوجه إلى التيار لا يوجه لي أنا أريد رأيك لأنني قرأت منشورات حول هذا الموضوع سيد شارل أنا قلت إلى أنه من باب يعني من باب الفن بالسؤال والنقد أنه أحزاب السيد الصدر أو وزراء التيار الصدري من جاءوا لحد الآن نجحوا نجاح باهر أنا من باب النقد المبطن هذا يعني هو فن من فنون النقد المبطن يعني وأعتقد الأخ الكريم يعرف هذه الطريقة المعينة وهذا ليس فيه عيب وليس فيه شين وليس فيه كذا كثير خلي عمي المبجل الله يحفظك أما بالنسبة لصناعة جيل يعني